صوت الرباعيات الشوط الخامس والاخير انتظار دائما اعطاء الانطلاقه الخاصه بهذا السباق. في إطار فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان أسبوع الجمل نتوجه بتشكراتنا دائما للسلطات الإقليمية للأطياف الأمنية على تأمينها كل الفضاءات الخاصة بالمهرجان، معارض الفلاحة والصناعة التقليدية، فضاءات الفروسية وفضاء الطفل، وأيضا خيمة الشعر ومنصة السهرات حي القدس كذلك وساحة القسم. أربعة زيد ثلاثة